ليش ما شفناك بعرس شهد الشمري؟ ما ليش ما شفتني بعرس شهد؟ كنت مشغولة يعني. وجهت لك دعوة؟ لا حتى لو توجه لي ما اروح. ليش؟ لا شفناكم صديقات ودعيتي البرنامجك وبوسه منا وشهودتنا وحلوين صديقات، ليش ما راح اقول لك في الشغله؟ اكو تفاصيل صارت، هوايه تفاصيل صارت، اذا احكيها يمكن مشاهداتهم تقل بعد ما حد يتابعهم. يعني اني شوف، اني ما احب احكي بالتفاصيل كلش، يعني تدقيق تدقيق تدقيق. بس اني بوقتها لما صارت المشكله اني حكيت بالسناب شات والعالم فهموا. طيب اني بالنسبه لي شهد او غير شهد، اي كائن من يكون، اني ما ابدي بالمشاكل، هم اللي يبدوها وياي مع الاسف. زين انت بعيده عن شهد، مثل مو انت شاعره حالك من حالها، يعني شنو؟ او نفس التفاصيل، انت في وادي وكذلك هي في وادي ثاني، ليش؟ لا مشكله شخصيه صارت، يعني بعيدا عن هذا، بعيدا عن الغير. يعني بادري كانت صارحيها تباركي لها على عرسها انه تزوجت، تباركي. ما احب، يعني اني ما احب، يعني ايش، ما احب اكون متملقه. انت قصرتي، ليش؟ هي صديقتك، باركي لها على زواجها. اشوف ما احب اكون لوقيه، يعني اللي بارك لها. لا لا لا، شنو المنطق هذا؟ مثلا اكو خلاف، انا هم باركت لها، يعني ايوه اكو خلاف غيري، اكو خلاف واكو مشكله، فميصر اني مثلا راسا اني اروح والله ها ها مبروك مبروك، هذا تملق. ممكن يوم اشوفكم مع بعض لو انت بالنسبه لك شنو القفله هاي؟ ابدا مستحيل تشوفنا مع بعض. لا هي تعرفني، يعني هي تعرف اني يعني من النوع اللي صاحبه شخصيه وكرامه، يعني مو من النوع اللي بين الصديقات ما اظن في كرامه. بس طبعا بس اكو شغلات لما توصل للاهل، لما توصل انت يعني مثلا اكو ناس تريد تاذي، يعني ما اقول اني مثلا يعني حتى لت مو مثلا شهد، يعني مثلا لما اني اريد اجي اذيك متعمده، لما اني اريد اجي اسبب اعديك فد مرض او فد شغله، هاي حلوه؟ هاي مو لعبه. اعديك بمرض؟ طبعا رادوا يعدوك؟ طبعا كورونا؟ طبعا رادوا يعدوني كورونا؟ كورونا اكيد. لو غير شغله جت ببالي اني، لا 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 كورونا، انا احبالي ترى غير والله مكان. اني بي كورونا وافتراني وضرب الدنيا بعرض الحائط، وهذا عدي وذاك عدي وهذا، وما اقول